أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز أخبار تلفزيون وطن. هاجم عدد من مستوطني مستوطنة تلمن قرية الجانية غرب رام الله منتصف الليلة الماضية، واقتحموا منزل المواطن إسماعيل مظلوم، وكتبوا شعارات مسيئة للرسول وأخرى تدعو للانتقام من العرب. تسود بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك أجواء من التوتر الشديد وسط توافد الأهالي على خيمة الاعتصام بحي البستان بعد اكتشاف أمر إداري إسرائيلي تم وضعه بالخيمة فجر اليوم، يقضي بإغلاق الخيمة وإزالتها خلال مهلة 72 ساعة. أكد أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم على أن القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم لدراسة الخيارات الفلسطينية عقب عدم تحقيق اللقاءات الاستكشافية لأي نتيجة، وقال القيادة ستجري مشاورات مع العرب خلال اجتماع لجنة المبادرة العربية القادم في 11 من الشهر الجاري في القاهرة للخروج بقرار يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية. نفذ متضامنون من أجل الأسرى صباح اليوم إضرابا عن الطعام واعتصاما في ميدان الشهيد ياسر عرفات أمام مقر محافظة جنين، تضامنا مع الأسير خضر عدنان الذي دخل يومه 50 في إضرابه عن الطعام. أعلنت نقابة الموظفين العموميين في السلطة الوطنية أن رواتب موظفي السلطة صرفت اليوم عبر الصراف الآلي، وقال نائب رئيس نقابة الموظفين معين عنساوي إن الرواتب ستصرف يوم غد الاثنين عبر جميع البنوك. نظم جهاز الدفاع المدني اليوم في مدينة رام الله دورة تدريبية حول علوم الدفاع المدني لطلبة مدرسة الأوائل للصم والبكم، وهي الأولى من نوعها التي تستهدف هذه الفئة من المجتمع. لتفاصيل هذه الأنباء وغيرها بإمكانكم متابعة نشرة وطن الإخبارية عند الساعة 8. شكراً على متابعتكم وإلى اللقاء.